في حاجه بنفس الكلام. مفيد ثابت محامي كنيسه العدرا بالوراق. ايه اخر التطورات؟ اخر التطورات عرفنا والحمد لله بالامس تم القبض على المتهم الرئيسي في حادثه الاعتداء على كنيسه الوراق، وهو المتهم اللي هو قام بقتل الضابط الشهيد محمد مبروك، وبرضه كان قام بالاعتداء على اسم شرطه امبابه. التعويضات كافيه بالنسبه للاسف كل التعويضات اللي قامت بها الدوله 5000 جنيه من وزاره التضامن الاجتماعي للشهيد و2000 جنيه للمصاب، وبعد كده بالنسبه للمعاشات كل اللي حصل انه حلوها لوزاره التضامن الاجتماعي. رحنا اخبرونا انه للمصاب 200 جنيه لو هو فرد و300 لو هو عائل اسره مكون من 4 افراد. ووزير التربيه والتعليم بعد ما وعدنا وقال ان احنا هنساوي شهداء كنيسه العذراء بشهيد العمرانيه انه يديهم 30000 جنيه لكل طالب، رحنا اكتشفنا انه فيه 5000 جنيه فقط لا غير، طبعا ما استلمناهمش. في ساحات حتى وجهه معينه؟ طبعا انا يعني للاسف برضو بنعتب على الدوله غياب تام وعدم اهتمام بحادثه كنيسه الوراق. وعلى سبيل المثال النهارده يعني في ذكرى الأربعين بالنسبه لهم، ما فيش اي واحد لا ممثل من الدوله ولا من المحافظه جه حتى يشاطر الشهداء والمصابين في العزاء بذكرى الأربعين.